ونعود بكم مشاهدينا الكرام ومع ضيفي الذي يشاركني الآن هذه التغطية الخاصة، السيد جيفري مامبر، رئيس المحطات العالمية والفضائية، رئيس مجلس فياجر سبيس نانوراكس. أهلا وسهلا بك معنا في هذه التغطية الخاصة بحوار أبو ظبي للفضاء. وبداية نريد أن نسألك، كيف ممكن أن تسهم منصة حوار أبو ظبي للفضاء في مواجهة تحديات قطاع الفضاء العالمي؟ هذا وقت رائع لقطاع الفضاء وللمجتمع الدولي، فنحن اليوم نفتح فصلا جديدا، فلم تعد دولة واحدة تقرر مهام استكشاف الفضاء ولا دولتين أو ثلاث دول، بل أصبح لدينا عدد كبير من هذه الدول. وحوار أبو ظبي للفضاء هو انعكاس لمهام استكشاف الفضاء وأنها مصلحة للجميع، وهذا الوقت مثالي للحوار. نعم، إذن أكثر من 45 دولة مشاركة في هذه المنصة التفاعلية الحوارية حول حوار أبو ظبي للفضاء، اهتمام كبير قد يعجز العالم عن الظن بأهمية هذه الفكرة، أهمية الفضاء، الاستدامة، التطور، التمكين والاستثمار كذلك في البشر غير حتى الصناعات الخاصة بقطاع الفضاء. دعنا نتحدث عن إدارة التحديات الناشئة عن كوكبة الأقمار الاصطناعية برأيك. Yes, well... نعم، دعيني أبدأ بالقول بأن أحد أسباب ذهابنا إلى الفضاء هي من أجل تحفيز الشباب والأجيال المستقبلية الشابة، لذا من المهم جدا أن يدخل الشباب اليوم إلى مجال العمل وأن يكون لديهم أحلام ولا يلعبون فقط بالألعاب الإلكترونية أو غيرها. عندما ننظر إلى الأقمار الاصطناعية مثلا، ثم ثورة تحدث في مجال الأقمار الاصطناعية وتعرف بكيوبساتس، وهي أقمار اصطناعية صناعية صغيرة، وشركة نانوراكس التي نمتلكها الآن في شركة فويجر في نانوراكس نعمل على بناء هذه الأقمار الصناعية ونشجع الطلاب والجامعات، ونعمل جامعات في دولة الإمارات من أجل إطلاق هذه الأقمار الاصطناعية. إذا مهم جدا التركيز على هذه النقطة، فالأقمار الاصطناعية مهمة لمراقبة الأرض وأيضا لرصد التغيرات المناخية، ولكن أيضا لأغراض تعليم الأجيال الشابة. نعم، بالعودة إلى تعليم الأجيال الشابة، نرى هناك أيضا الوظائف. عندما تسأل الأطفال الآن في الإمارات عن وظائفهم المستقبلية التي يحلمون بها، يقولون أريد أن أصبح نفس هزاع المنصوري أو سلطان ميادي. هناك أسماء يعني علقت في الذاكرة لهذا الإنجاز. برأيك كيف مكنت الإمارات أبنائها الشباب الطموحين لقيادة هذا الجيل القادم نحو المستقبل وقيادته في الفضاء؟ نعم، لقد تشرفنا بأن هزاع المنصوري أتى إلى منشأتنا واستخدمها، وأيضا ساهمنا في مهمته في نانوراكس وفويجر، وأن هذا الرمز وشخص إماراتي ورائد فضاء إماراتي بوسع الفئات الشابة أن تنظر إليه على أنه مثال أعلى وهو شخص مثلهم. هذه النقطة مهمة جدا، وهذه هي القيم المهمة في مجال استكشاف الفضاء. دائما ما أقول بأن الشباب هم يحبون الديناصورات والفضاء، ولكن ديناصورات انقرضت ولكن لدينا استكشاف الفضاء. هناك أيضا تفاصيل خاصة نريد أن نعرفها، ما هو أبرز تحدي قد يواجهه رائد الفضاء؟ قطاع الفضاء، قطاع الفضاء بشكل عام، ما هو التحديات التي تواجهه وكذلك التجربة؟ ذكرت أن هزاع المنصوري كان حاضرا لديكم في مؤسستكم للمشاركة وأيضا تجريب الأدوات الموجودة لديكم، وعلى إثره كانت هناك التعاون ما بينكم وبين هذه التقنيات الحديثة الموجودة الآن. حدثنا عن التحديات الحاصلة في قطاع الفضاء وأهمية التركيز عليها وأيضا إيجاد الحلول المناسبة في ظل التحديات الراهنة. The future for the UAE, for all the nations, it's a truly exciting time. And it's all changing now. There's nothing that the UAE cannot do in space. The future for satellites, using it to better our life here on Earth. At Voyager Space, we're doing a private space station now. Can you imagine that? The International Space Station, where Hazra went, is going to deorbit by the end of the decade.
And now we're talking to governments and private organizations about having our own space station. So truly, there's no limit now. And this debate has raised some very fundamental issues. So thank you. نعم السيد جيفري منبر رئيس المحطات العالمية والفضائية رئيس مجلس فياجر سبيس نانوراكس شكرا لحضورك معنا اليوم وتشريفك لنا هذه التغطية الخاصة شكرا لوقتك. Thank you.